في اطار تقريب الخدمات الطبيه والعلاجات الاساسيه من المواطنين وتنزيلا لاحد اهدافها، ارتأت جمعيتي تعليل التنميه والتضامن بشراكه مع اللجنه الطبيه بالهيئه المغربيه للوحده الوطنيه وبدعم من المجلس الجماعي لتمنارت وبالتنسيق مع عمل طاطا والمندوبيه الاقليميه للصحه بطاطا وبالتعاون مع المديريه الاقليميه للتعليم تنظيم هذه القافله الطبيه المجانيه والمتعدده الاختصاصات لفائده ساكنه اربع دواوير المشكله لقبيلتي تعليه وهي غير غنين تسلقيتان غروت اموزلاق، وكتروم او كنرومو من خلال هذه القافله الطبيه استفاده حوالي 1300 مستفيد ومستفيده هما اللي سجلوا عندنا في اللوائح باش يستافدوا من هذه الحمله. هذه القافله الطبيه تندرج اساسا في البرنامج الوطني ديال وزاره الصحه اللي انه دارت شراكه انفتاح على المجتمع المدني اي المحيط وجميع المتدخلين في القطاع الصحي، ومن بين الاهداف هو تقريب الخدمات الصحيه عن قرب للمواطنين خاصه في المناطق النائيه كما تشوفوا اليوم في قبيله آل تعلي يعني بدوار تمنارت، وفيه مجموعه من الاختصاصات. وجينا باش نشوفوا الحاله الصحيه ونعاونوا للساكنه ديال طاطا اللي هي ساكنه طيبه اللي جينا عندها هذه واحد العامين وثلاث سنين، ونتمناو بان يكون شيء يدوز مزيان ان شاء الله ويكونوا عند حسن الظن ونكونوا ان شاء الله قمنا بالواجب ديالنا الانساني. الجماعه كتشارك بالجهودات والامكانيات اللي عندها اننا كنشاركوا في الجانب اللوجستيكي بعض المساهمات ديالنا في تمويل بعض الامور اللي يمكن يعني اساسا يعني اللي كيسمع بها القانون. وبغيت نذكر هنا بانه الجامعه ديال تمنارت كنوفروا بالنسبه ليس فقط المساهمه في القوافل الطبيه ولكن ايضا في هذا الجانب اننا كنشريو الادويه كنسلمهم المركز الصحي المحلي. جاتنا قافله طبيه لتمنارت ضد ايغرو غنين يشاركوا فيها مجموعه من الاطباء قاموا بمهمات كثيره نظرا لعدم وجود اطباء في تمنارت ليقوموا بهذه المهمات، ونشكرهم على حضورهم اليوم معنا. اش كندير طبيب ندوز زري دارسن كاين واحد الدواء عطيني دير غير الدواء حسن جاج ربي يجزاك الخير. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.